بسم الله الرحمن الرحيم. رد على بيان الأمان العام التي تظل ماضي شكت دهنا وكفنا بعد مرور أكثر من 10 أيام على دخول مئات السجناء في إضراب عن الطعام الذي تابعته وتفاعلت معه عشرات من المؤسسات الحقوقية والحقوقيين. خرجت علينا الأمان العام للتظلمات لتؤدي دورها المنوط بها والسبب الذي وراء تأسيسها وهو تفليل حقائق تقريبا للانتهاكات الحقوقية المرتكبة من الجهات الرسمية. وبما أن مهمتها إعلامية بدرجة أولى فهي تتابع وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار وتتفاعل معها، ولكنها لا تتفاعل مع مئات المضربين ولا تستمع إليهم فضلا أن تلتقي بهم. فليس من الغريب أن تصدر بيانا تضلل من خلاله الرأي العام وتضلل انتهاكات إدارة الإصلاح والتأهيل في سجن جو. ولكن عجائب الدنيا كان سيزيد عددها إلى الزمان لو فعلت خلاف ذلك وساندت الحقوق المشروعة للسجناء. وأنا هنا لست في وارد الرد على الخلط المتعمد للحقائق والأكاذيب التي وردت في البيان جميعا، وإنما سأتطرق لأكذوبة واحدة فقط وأترك الباقي لبقية الإخوان المضروبين للرد عليها وتوضيحها. فقد ادعى البيان أن التغييرات التي قامت بها إدارة سجن جو في أماكن السجناء هي ليست عقوبات وهي حصلت طبقا لمعايير توزيع وتصنيف النزلاء، مع العلم عندي والأخ عباس ملغبة نتواجد في عنبر العز في مبنى 2، وهذا المبنى أولا خاص بقضايا المخدرات وفيه ما يقارب 700 سجين كلهم قضاياهم تعاطي أو بيع المخدرات باستثنائنا نحن الاثنين. قضيتنا قضية سياسية، وحتى أولئك الذين محكومون على ذمة قضايا أخرى فقد قاموا بها تحت تأثير المخدرات أو أنهم محكومون على ذمة أكثر من قضية من بينها المخدرات. ثانيا، عنبر العز مبنى 2 بحسب التصنيف هو للمحكومين بالسجن 10 سنوات أو أقل، ونحن كلانا أحكامنا أكثر من 10 سنوات. ثالثا، يتواجد معنا العديد من السجناء المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي. رابعا، جميع السجناء هنا باستثنائنا نحن الاثنين يتعالجون من الأمراض النفسية والأعصاب وتصرف لهم المهدئات والمنومات. ومع التنويه أن الأخ عباس مولى الله يتواجد في هذا المكان لما يقارب 2.5 عام، أتساءل من أصحاب الضمائر الحية والذين لديهم الإنسانية، هل نحن نتواجد في المكان الصحيح؟ وكما تدعي الأمانة العامة للتظلمات أن وجودنا في هذا المكان مطابق لمعايير توزيع النزلاء ولا يمثل فعلا مؤثما أو مخالفا للقانون، ولا يمكن تصنيفه على أنه نوع التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاط بالكرامة أو الحط بالكرامة. هذه هي معايير إدارة الأمانة العامة للتظلمات تجدها لا تخالف حقوق الإنسان. إذا من الواضح أن الجهتين، يعني إدارة السجن والأمانة العامة للتظلمات، بحاجة إلى أخذ دورة في التعرف على مبادئ حقوق الإنسان، وهذا يكفي لإثبات ما يتعرض له السجناء يوميا من انتهاكات حقوقية أنها ناتجة من مبدأ وعقيدة وليست عرضية عابرة، ثقافة مؤسسة وليست تصرفات شخصية. ختاما، نتوجه بالشكر الجزيل من أعماق قلبي إلى كل من ساندنا سواء بالدعاء أو إظهار الحقائق والدفاع عن حقوقنا المشروعة والمطالبة بإصلاح أوضاعنا، وليس رهاننا على مؤسسات شكلية أفرادها تقبض من أجل تغيير الحقائق، وإنما أملنا بالله ورهاننا على الأحرار أصحاب الضمائر الحية. محمد أحمد فخراوي، 26/8/2019، اليوم 12 من الإضراب.